بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن احنا فهمنا الجزء هذا الأول من الدالة، نبغى نخش داخل ست انتربال. ايش اللي حيصير؟ نقول له إذا كان الاس يساوي فولز، يعني مغلقة البلوك زي هذه الحالة. الآن الحالة دي تعتبر فولز، ما في بلوك هنا. إذا كانت فولز ايش اللي حيصير؟ شوف الاتش في له قيمة مين؟ قيمة الارتفاع. زيد قيمة الاتش بعشرة، يعني طيب زاد قيمة الاتش بعشرة، يعني جيب قيمة مثلا قيمة الاتش 18 زيد عليه 10 تصير 28. هيا عدل الارتفاع تبع البلوك اللي تحت بنود ستايل هاي، خليه اتش زائد بيكسل، اللي هو اذا كان مثلا ارتفاع 10 يعني الاتش قيمته مثلا اتش قيمته 20، حيصير كاننا كتبنا كذا 20 بيكسل، لانه اذا جمعنا رقم مع نص يصير دمج، ما هو جمع، ما هو علامة جمع، ما هو عملية جمع. فالآن احنا نقول له إذا كانت فولز زيد ايش؟ زيد الارتفاع بعشرة. جميل، زاد الارتفاع بعشرة. إذا طبعا هنا إلس إذا كانت مفتوحة نقص الارتفاع بعشرة، حطه هنا بنفس الطريقة. فهنا يشيك إذا كانت مفتوحة، إذا كانت فولز مغلقة كل شوية زيد بعشرة، كل شوية زيد بعشرة عشان يفتحها بالتدريج. وهنا كل شوية نغير الارتفاع احنا، فكل مرة في الارتفاع في الفتح يزيد بعشرة. هنا عكسها، اذا كانت الاس ترو ما هي فولز معناته مفتوحة، هي نقص عشرة كل مرة ينقص عشان تتقلص ويضيفها هنا. هذه فكرة، هذه الفكرة الاولى من ناحية التقلص او الانفتاح والتقلص، هذه من ناحية الانفتاح والتقلص. حنشوف بقية الكود في الدرس التالي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.